وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الأهلي في حياتنا أو وجود الأهلي في حياتنا. من المؤكد أن من غير تفكير أفريقيا ليها كبير، والأهلي هو كبير أفريقيا. الأهلي هو صانع السعادة، الأهلي هو الكينج، الأهلي هو صاحب الكورة، الأهلي هو صاحب أفريقيا كرويا، الأهلي هو المعلم، الأهلي هو البطل، الأهلي هو الحاصل على اللقب الحداشر في الأهلي، الأهلي هو اللي بيكسر الأرقام. الناس كانت قلقانة وقلنا هنا وعدنا ودعمنا وسندنا وقلنا جمد قلبك وما تقلقش، مع الأهلي مش هتقدر تغمض عينيك، مع الأهلي ما تخافش، مع الأهلي يرفع راسك، مع الأهلي في أي مكان. أمام الوداد، أمام الوداد في استاده وسط جمهوره وسط ألوفات الألوفات، يتعادل النادي الأهلي، يتألق، يتفوق، ينتزع كأس أفريقيا في مفاجأة مدوية بعد ما كان متأخر بهدف والجميع قال راحت البطولة. ولكن قلنا قبل كده مع الأهلي اوعى تحتفل بدري، مع الأهلي ما تحتفلش غير وانت في الأتوبيس. الأهلي النهاردة هو مكسر الأرقام، محطم الأرقام، الأهلي هو صاحب السعادة في الكرة المصرية، الأهلي هو البطل، الأهلي هو بطل أفريقيا، الأهلي الآن يستحق التتويج. والبطل والنجم رقم واحد هو جمهور النادي الأهلي العظيم. يخسر إزاي الأهلي بطولة أفريقيا وجماهيره بالملايين وراه؟ يخسر إزاي وكل الناس دي بتدعي له؟ يخسر إزاي هو مع 11 راجل جوه غير اللي على دكة البدلاء؟ يخسر إزاي هو مع الثعلب الجديد والمتألق الجديد ماني والجوزيه الجديد كولر؟ يخسر إزاي؟ يخسر إزاي ومجلسه بالكامل في المدرجات؟ يخسر إزاي وتحضيرته عالية جدا؟ الأهلي النهاردة يتعادل 1-1 ويفوز بمجموع اللقاءين، وكم من الممكن النهاردة إن الأهلي يكسب 2-3-4؟ الأهلي النهاردة قلبه ميت، الأهلي النهاردة بيلعب كورة جديدة وبيلعب كورة حديثة، الأهلي النهاردة بيهاجم الوداد في عقر داره، وفي الشوط الثاني آخر تلت ساعة الأهلي يتسيد الأمور تماما، ومحمد شريف وعبد القادر لو ليهم وجهة نظر أخرى كانت تغيرت الأمور كثيرا وكانت النتيجة بقت كبيرة. ولكن الأهلي هو منظومة رائعة، هو منظومة كبيرة، مفيش حاجة اسمها مين في الملعب ومين على دكة البدلاء. الثعلب الجديد كولر هو المتألق، هو النجم النهاردة رقم واحد، هو النهاردة اللي عرف يخوض اللقاء باحترافية شديدة جدا جدا. الجميع توقع انتهى اللقاء، فاز الوداد، مين يقدر يهاجم الوداد في عكر داره؟ مين يقدر يعود للمباراة من جديد؟ مين يقدر النهاردة ما يخافش من آلاف الجماهير اللي موجودة في المدرجات؟ الأهلي هو اللي ما بيخافش، الأهلي هو اللي ما بيقلقش، الأهلي هو اللي ما بيترعبش، الأهلي هو اللي رايح يجيب البطولة. كل الناس قلت وكل الناس رفعت الراية وكل الناس قالت بقت صعبة تلاعب الوداد في ملعبه في عكر داره وسط جماهيره الكبيرة دي، أصبح القصة مستحيلة. تتأخر بهدف مع الوداد قال لك عد عد وشوف النتيجة النهاردة كام. ولكن نسيوا حاجة مهمة جدا، نسيوا أن الفريق ده اسمه النادي الأهلي المصري صاحب العشر ألقاب. نسيوا أن بهدوء وبدون خروج عن النص وبدون تجاوز تعدي بطولة أفريقيا بتنظيم في مصر رائع وتنظيم في المغرب رائع دون الخروج عن النص، الأهلي ينتزع البطولة فنيا في 90 دقيقة في الملعب. جمهور الأهلي الكبير العظيم النهاردة هو النجم رقم واحد، هو المساند رقم واحد، اللي عمره ما قعد على كرسي وعمره ما نزل الراية وعمره ما حس بإحباط وعمره ما حس إن فرقته خلاص سلمت نمر. ابتدى النادي الأهلي بطولة أفريقيا والجميع كان يتوقع إنها البطولة الأسوأ للنادي الأهلي فنيا، هزيمة كبيرة أمام سان داونز، تنتهي البطولة وسان داونز خارج البطولة والنادي الأهلي هو حامل اللقب. النادي الأهلي حط قاعدة جديدة وسطر سطور جديدة. البدايات لا تعبر عن النهايات، البدايات مع النادي الأهلي لا تعبر عن النهايات، الجواب مع النادي الأهلي ما بيبانش من عنوانه. كل الحاجات اتعلمناها طلعت غلط، في كتاب جديد طلع في أفريقيا هو كتاب النادي الأهلي، من حقه يكتبه ومن حقه يسطره ومن حقه يطبعه ومن حقه يوزعه، لأن هو النهاردة البطل وهو النهاردة النجم، هو النهاردة اللي بيحل وهو اللي بيصلح أخطائه، وهو دايما دائما وأبدا اللي بيقول لجمهوره ما تقلقوش، كنا في القاهرة هنكسب 2-3، كسبنا 2-1 ما تخافش، قلبك الآن ما تقلقش، ما حدش سلم، لا مجلس الإدارة سلم ولا
الخطيب سلم، ولا حد سلم، ولا حد سلم. إدارة الأهلي عملت الصعبة، وهقول لكم سر لأول مرة بيتعلن ومحدش عارفه. إدارة النادي الأهلي النهاردة عملت الصعبة جدا. إدارة النادي الأهلي استدعت أسر اللاعبين للتحفيز. بتقول إيه؟ أيوة، استدعت فيديوهات أسر اللاعبين من مصر. كل أسر اللاعبين عملت فيديوهات، وقبل ما ينزلوا الملعب كل أسرة بتنادي ابنها البطولة الحداشر مستنينك، بندعي لك، ليك ولزمايلك. كانت كلمة السر فعلها محمود الخطيب ومجموعته، فعلها كولر وجهازه، فعلها لاعبي النادي الأهلي، فعلها أسر اللاعبين، فعلها جمهور النادي الأهلي الكبير العظيم اللي النهاردة لازم نرفع له القبعة، اللي موجود في المغرب بقلب من حديد. النهاردة 500 واحد، 1000 واحد موجودين النهاردة، موجودين النهاردة في استاد اللقاء وسط 60-70 ألف، ولكن صوتهم بالملايين، دعائهم بالملايين، دعائهم بالملايين. مش بس في المغرب، لا، جمهور الأهلي كله دلوقتي موجود في القاهرة بيحتفل، واقفين مش في دماغهم مين هيشوفهم، مش في دماغهم بيحتفلوا مع مين، هم بيحتفلوا مع التيشيرت اللي حبوها ومع العلم اللي حبوه. وليه ما يحتفلوش؟ وليه ما يفرحوش؟ آخر 3-4 سنين كل دي ألقاب للنادي الأهلي. مين يقدر يعمل كده غير صانع السعادة، صانع سعادة البطولات، صاحب الرقم الحصري، صاحب السعادة الحصرية في الكرة المصرية، النادي الأهلي في أفريقيا. واللي حصلني يكسرني، واللي حصلني ياخد مني الكاس. مين يحصلني؟ مين يوصل للرقم 11؟ انسى انسى. وقلت لكم قبل كده، اوعى العم، اوعى العو يا عم الحاج، قلت لكم كتير واتكلمت كتير، وبقالي اسبوع بتكلم وصوتي والله راح. قلت قلقانين من ايه؟ جمد قلبك، انت النادي الاهلي، انت صاحب التيشيرت الثقيله، انت صاحب الجماهيريه الكبيره، انت صاحب الكره المصريه، انت كل حاجه في الشغلانه في افريقيا. كله كان مساند النهارده للنادي الاهلي بشكل كبير، اهلاوي، زملكاوي، محلاوي، اتحداوي، كله كان ورا النادي الاهلي النهارده، لان هو ممثل الكره المصريه في افريقيا. ابتديناها بمنتهى التحضر، ابتديناها تنظيميا بشكل رائع، ابتديناها بترحيب كبير بفريق الوداد، ابتديناها في استاد القاهره هنا بتشجيع حضاري جدا جدا جدا، ابتديناها بتعامل اعلامي راقي مع الاعلام المغربي، ورد علينا الاعلام المغربي بتعامل اكثر من رائع، وتنظيم اكثر من متحضر، وفي النهايه فزنا بالبطوله بهدوء تحت شعار اصبر تاخد حاجه كويسه، جمد قلبك وما تقلقش. وانت مع النادي الاهلي اوعى تستسلم، اوعى تقول خلصت، اوعى تقول راحت، لان مهما راحت تلف بفضلك يا رب وترجع. نعمه النهارده من عند ربنا كبيره جدا جدا، اللي حصل النهارده كانت ملحمه كبيره، بتلعب الوداد وسط جمهوره ومتقدم عليك بهدف، صعبه، كانت صعبه، ولكن تغييرات النهارده كولر قدرت ان هي تصنع الفارق. جمهور النادي الاهلي ما اعتقدش ان عنده مساحه النهارده ان يقعد على الكرسي، ما اعتقدش النهارده ان هو بيفكر ان هو ينام، ما اعتقدش النهارده ان هو ما بيفكرش النهارده ان هو يزعق ويقول بالثالثه شمال، بتهز جبال وباعلى صوت بتشجع الابطال، فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري وبرضه قليل. شعار النادي الاهلي اللي النهارده حقه ان كل الناس تغنيه، حقه ان كل الناس تسقف له، حقه ان كل الناس النهارده تقول له شابوه النادي الاهلي. تحيه كبيره للنادي الاهلي وجمهوره، تحيه كبيره لاداره النادي الاهلي، ولكن يبقى النجم رقم واحد، يبقى الاهلي كبير بجمهوره، والكلمه دي شد تحتها 100 خط. صاحب المدرجات وصاحب الكوره وصاحب النادي وصاحب افريقيا هو جمهور النادي الاهلي. اما قلنا النادي الاهلي بينيم افريقيا من المغرب ما كدبناش، اما قلنا ما تقلقش ما ضحكناش عليك، اما قلنا جمد قلبك ما كناش بنهزر، بنتكلم دايما عن ثقه، لان هو معودنا على كده، هو على موعد دائما وابدا مع منصات التتويج، هو دائما وابدا الكاس بيحب دولاب الاهلي، التاكسي عارف طريقه للاهلي، الكاس عارف مكانه في الدولاب، عارف مكانه في الدولاب، حافظ مكانه، هو بيحبه، اصل الحب ده ما تقدرش تمنعه، الحب ده دائما وابدا علاقه ما بين طرفين، نادي وكاس، الكاس هو دائما للكيان الكبير النادي الاهلي. النهارده بطوله
كبيرة مستحقة للنادي الأهلي، يستحقها النادي الأهلي عن جدارة. طيب نروح هاتفيا والد عمرو السولية. مساء الخير يا فندم والف مبروك. شكرا يا كابتن. ازاي حاج محمد؟ ازاي حضرتك؟ الله حبيبي يا كابتن حبيب، الله يخليك. الف مبروك لعمرو النهارده، الف مبروك لزملائه، والف مبروك لمصر كلها والله. يعني كنت سمعت النهارده ان كان في رساله من حضرتك لعمرو قبل اللقاء. والله انا قلت له كله يا كابتن. قلت له عمرو ده السنه اللي فاتت رمات المدينه الطبيه. عندهم مدالك، عايزين نرجع بالذهب باذن الله. وهيرجع بيها، هتاخدها منه؟ انا كلها كيلو. حاج محمد النهارده حسيت امتى ان الماتش ممكن يرجع؟ وحسيت امتى ان المباراه راحت خلاص؟ والله انا قاعد مع جماعه زمايلي وواحد اقول لك باذن الله الماتش هيطلع 1-1 بعد 1-0. بعد 1-0 قلت ايه بقى؟ هم اصلا يا كابتن هم ما ضيعوش حاجه علينا. صح. هم بعد الجون اللي جابوه ضيعوا وقت. طبعا. احساس مفيش حاجه، كل كوره يقعوا. احساسك اما السوليه نزل ايه؟ نعم. احساسك اما شفت عمرو في الملعب ايه؟ انا يا كابتن اني ما بشوف عمرو في الملعب انا بطمن. ربنا يطمنك دايما ويفرحك يا رب. يا رب الف مبروك لنا والمصر كلها يا رب. صحابك كلهم بيحتفلوا والدنيا كلها بتحتفل النهارده بعمرو والاهلي والفرقه وكل باذن الله يا كابتن مصر كلها النهارده تفرح بسبب الاهلي. النهارده الاهلي بيفرح مصر. في كلمتين تقول ايه لعمرو يا حاج محمد؟ الاهلي هو بيفرح مصر. تقول ايه لعمرو في كلمتين؟ نعم. تقول ايه لعمرو النهارده؟ اقول لعمرو الحمد لله، يعني انت ما لعبتش اساسي، ال 11 اهم حاجه، وانت تنزل بتقابل الدور بتاعك. انت كلكم فرقه واحده والحمد لله ربنا ما يضيعش تعبكم. ربنا يكرمك يا حاج وتفضل مبروك لمصر. الف مبروك يا كابتن سيد. ربنا يخليك وتفضل تدعي لهم كده. بشكرك يا كابتن قوي. بشكرك يا حاج محمد، شكرا جزيلا. حاج محمد السوليه والد عمرو السوليه. احتفالات لاعبي النادي الاهلي، احتفالات لاعبي النادي الاهلي في استاد الوداد وسط جماهير، ولكن جماهير الوداد بتخلي الاستاد تماما. وقلت لكم النهارده الحركه اللي عملها النهارده النادي الاهلي ان صوت وصوره ينقل كل رسائل للاسر، اسر اللعيبه النهارده ليهم كبيره 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 كبيره. وفي المقصات زي الحاج محمد كده، كل والد ووالده النهارده، كل زوجه النهارده بتطالب زوجها اللاعب ان ما ترجعش من غير الكاس. لعيبه النادي الاهلي النهارده ولا في اي حاجه، ولا في احتفالات النهارده، ولا في اي حاجه، فيش اي مشكله. المدرجات خلاص بتفضى دائما وابدا. الملعب للكسبان، الاحتفال للبطل. الملعب للكسبان، الاحتفال للبطل. ركز معايا، الملعب دائما وابدا للكسبان، والبطل هو النادي الاهلي. حاج مجدي قفشه والد قفشه. حاج مجدي مساء الخير. كيف نورك يا كابتن؟ فين؟ ازيك يا حاج مجدي؟ الحمد لله. اخبارك ايه والف مبروك؟ تمام الله يبارك فيك يا كابتن. مبروك لقفشه ومبروك للاهلي ومبروك ليك ومبروك للعيله ومبروك لبناته الصغيره اللي عندك. الله يبارك فيك يا كابتن. هي دي جماهير الاهلي يا كابتن. شعورك ايه النهارده؟ الحمد لله كنا سعداء والله. انا شايفك اخر يوم منور في المدرجات. الله يبارك فيك والله، الله يبارك فيك. ايه اللي وداك اخر ماتش واحساسك ايه النهارده؟ الحمد لله يا كابتن، الحمد لله والله مبسوطين والله. تقول ايه النهارده لقفشه؟ اقول له هو الحمد لله، يعني المدرب شفت يعني يا كابتن، المدرب لما احتاجه راح منزله على طول. طبعا هو يعني هو في حد ما يقدرش يحتاج قفشه يا حاج؟ هو في حد النهارده يسيب قفشه؟ الحمد لله الحمد لله. ربنا يخليه لك ويفرحك بيه دايما. يا رب يا رب يا رب يا كابتن. امتى دعيت له وقلت يا رب وحسيت ان ممكن قفشه يعملها؟ يا رب يا رب. امتى النهارده حسيت ان قفشه ممكن يحرز هدف، ممكن النهارده يخلص المباراه؟ انا قلت والله اول ما قفشه هينزل هيجيب جون ان شاء الله، وهي كمان خرج بره المباراه بعد الهدف اللي جاب ان شاء الله النهارده. اكيد اكيد اما شفت قفشه نازل النهارده قلبك رفرف من الفرحه. والله قلنا والله هنجيب جون، والله قلنا الفرقه كلها هتجيب جون والله يا كابتن. قلت هتجيب جون. وبعد المباراه لو بقول لك تقول كلمه النهارده لقفشه وزملائه تقول لهم ايه؟ اقول لهم مبروك يا كابتن، مبروك للعيبه ومبروك للاداره ومبروك لجماهير الاهلي. بتدعي القفشه ولا مزعلك يا حاج مجدي؟ لا لا يا كابتن ده حبيبي. حبيبك حبيبي، مش مخلينا محتاجين حاجه بصراحه. ربنا يخليه لك يا رب. انا مش سامع فرحه عندك ولا زغاريط ولا حاجه. الناس زعلانه ولا ايه؟ لا ما هيجوا بقى ومشوا في حته ثانيه.
ربنا ربنا يكرمك يا حاج مجدي. الله يبارك فيك، مبروك يا كابتن. ربنا يخليك ويفرحك بقفشه دايما يا رب. يا رب يا رب، متشكرين يا كابتن. بشكرك يا حاج مجدي. ومبروك للاهلي، مبروك لجماهير الاهلي. الف 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 مبروك يا حاج مجدي. بشكرك شكرا جزيلا حاج مجدي قفشه، والد قفشه الحقيقه، وكان معاه دايما في المدرجات، وكان دايما بيدعي له هو وزملائه. اللفته دي الحقيقه لفته رائعه جدا، لفته الحقيقه مشهد يعني حضاري جدا جدا جدا، وتاني وتالت ورابع في المشهد اللي امامنا. بشكر طبعا الجانب المغربي على التنظيم، مهما اتكلمنا عن الكوره، مهما احتفلنا، مهما هيصنا، مهما سقفنا، هي كوره 90 دقيقه، علاقات جميلة 90 دقيقة، 90 دقيقة تنافس فيهم زي ما أنت عايز، وبعد كده الملعب للكسبان، الملعب دائما وأبدا للبطل، والخسران نقول له هارد لك، وهي دي رسالة الكورة، وتفضل علاقات رائعة، ويفضل الود دائما موجود، هي دي الرسائل، هي دي دائما رسالة الرياضة. ولكن النهاردة الآه طالعة من القلب من لعيبة الأهلي، رايحين في ستريس بقالهم أسبوع من الماتش هنا. أصعب حاجة إن تسافر وجمهورك قلقان شوية، تسافر وجمهورك حاسس ان هي صعبه عليك شويه، تسافر وذاكرتك مش افضل شيء. حتى الشناوي الكلام امبارح في المؤتمر كان تقيل قوي عليه، تقيل قوي. بس انتوا بتلعبوا مع مين؟ اللي بيسالوا الاسئله دي بيلعب مع مين؟ انت بتلعب مع الشناوي اللي قاعد في حته تانية لوحده، صاحب الخبرات الكبيره. انت بتلعب مع مين؟ مع كولر الثعلب الجديد. انت بتلعب مع النادي الاهلي اللي بينزل باي 11 وبيكون حاضر باي 11. عندك مشكلة في الشناوي تلاقي مصطفى شوبير، عندك مشكلة مع مصطفى تلاقي علي لطفي موجود. الأزمة اللي تلاقيها عندك موجودة ما تقلقش، عندك لعيبة قول زي ما انت، زي ما انت عايز قول، ما فيش مشكلة. عندك إصابة تلاقي اللي على الدكة مولع الملعب، عندك الشحات مش في حالته مش مشكلة خالص، انزل يا عبد القادر اجري والعب براحتك. عندك مروان البنزين خلص ينزل قفشة، عندك كهربا النهاردة مش في أفضل حاجة شريف يدور المكنة. طيب الحاج عطية والد مروان عطية اللي النهاردة بيشوف ابنه رقم واحد في النادي الأهلي ورقم واحد مع منتخب مصر فجأة في وقت قليل جدا، مروان عطية بيكسر الدنيا. طيب والد مروان عطية وبس مش والده، هو مثله الأعلى واخوه وحبيبه واقرب واحد ليه. الفيديوهات اللي راحت للعيبه الاهلي انا دخلت وجبتها لكم عشان افرجها عليكم، عشان النهارده يومكم لوحدكم بس. نشوف قال الحاج عطيه. مروان حبيبي كل سنه وانت طيب، تحياتي لك وانت في ارض المغرب البلد العربي الشقيق. بنتمنى لك كل التوفيق وبنبعت لك كل الدعم من قلوبنا، وبنقف في ظهرك وبندعمك في الحصول على كاس افريقيا، لان الكاس ده غالي علينا واحنا دايما بنسعى للحصول عليه بكل طريقه. فاحنا بندعمك احنا وجميع افراد الشعب المصري، وعايزينك ان شاء الله تبذل اقصى جهد واقصى مجهود وترجع لنا بكاس مصر ورافع رايه مصر عليه خفاقه في السماء، وده دعم مننا ليك ولجميع زمايلك في فرقه النادي الاهلي الفرقه العظيمه. ومعايا ابوك الثاني اللي هو اخوك الكبير الباشمهندس شريف عطيه، عايز يوجه لك برضه الدعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مروان عامل ايه؟ اخبارك يا حبيبي؟ بص يا مارو انا مش هطول عليك، زي ما تعودت منك انك راجل، وزي ما تعودت منك اللي انت بتقوله اللي بتنفذه. عايزك تبذل اقصى جهد عندك في الماتش ده، عارفك ان انت ما بتقصرش وما بتبخلش بنقطه عرق، بس انا عايزك الماتش ده يا مروان تبذل اقصى مجهود عندك، وعايزك يعني ايه كتفك في كتف اصحابك وزملائك، وتجيبوا لنا الكاس كده وتفرحونا وتخلونا كده ايه يعني. انت على طول تقول لي عايز ايه عايز ايه عايز ايه، انا مش عايز حاجه، احسن حاجه عايزها ترجع لي بالكاس وبالميداليه عشان احطها في فيرواز زي ما قلت لك، ميداليه افريقيا وكاس افريقيا، هي دي الهديه اللي انا عايزها منك. ومش انا بس، انا ووالدي واخواتك واصحابك والبلد بحالها كلها مستنياك ترجع لنا بالكاس، وربنا ينصركم
وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وربنا يوفقكم حبيبي يا رب ترجعوا لنا منصورين بالكاس بإذن الله، أنت وأصحابك وزملاتك والفرقة والبعثة والجهاز والدنيا كلها، ونفرحوا بيكم وتيجوا تلاقونا في استقبالكم ومستنيينكم، وإن شاء الله نعمل لكم أحلى فرح. مروان عطية بر جدا بابوه واخوه عيلته اسرته، بر جدا بيهم، بر جدا، واللي بر باهله ربنا يحبه، واللي ربنا يحبه يمشي على الميه وما يهموش، يعمل اللي هو عايزه وما يهموش. لعيبه الاهلي النهارده كلها الحقيقه رجاله، وكلها النهارده تاخد العلامه الكامله، وكلها النهارده تاخد 100 100 من 100. مش بتكلم على فنيات، بتكلم على ريمونتادا كبيره، وبتكلم على اداء كبير، وبتكلم على رجوله كبيره، بتكلم على استماته، بتكلم على حماس، بتكلم على لعيبه بتهاجم النهارده بال11 ومفيش اي مشكله، حتى الشناوي بيزق اللعيبه النهارده لقدام، لعيبه عايزه تكسب، لعيب ما استسلمتش لثانيه، لعبت كره القدم بتاعه الرجاله اللي قلبها ميت فقط لا غير. تستسلم وترمي الفوطة البيضة يبقى انت مش لعيب كورة، يبقى انت مش في النادي الاهلي. كل الناس النهاردة حست وتوقعت خلاص خلصت انتهى الموضوع، ولكن تخلص مع لعيبة الاهلي، تخلص مع النادي الاهلي، لعيبة النادي الاهلي تروح كده؟ لا، المشهد يتكرر اكتر من مرة في نفس الاستاد؟ لا، نخسر من الوداد تاني؟ لا، هم كان عندهم القرار. حتى الامور الفنية لو مش فاضل حاجة انسى الموضوع، انسى الامور الفنية، ولكن القلب الميت هو اللي بيقدر يصنع الفارق. كل واحد النهاردة بيطلع الاحتفال من جواه بحرقة كبيرة. النهاردة كهربا تحت ضغط بيقول الآه سمعينها من هنا. حسين الشحات، محمد هاني النهاردة وهدوء شديد جدا جدا في الملعب. عبد المنعم النهاردة والهدف اللي يدرس، ياخد النهاردة عبد المنعم جائزة الأوسكار في الهدف. طالع النهاردة جامب وجاي من آخر واحد في الملعب وحاططها في حتة بعيدة. لو قايل له، لو قايل لحارس مرمى الوداد ان انا موديها في الحته دي مش هيروح يجيبها، مش هيروح يجيبها. عبد المنعم مع علي معلول اسرع ديليفري في مصر، علي معلول بالنسبه لعبد المنعم اسرع ديليفري في مصر. عبد المنعم يطلب الرقم ويروح يجيب الهدف. ثلاث مرات السيناريو بيتكرر ما بين الثنائي، علي معلول بيحطها لعبد المنعم على راسه، وعبد المنعم بيلفها لفه داوة في الشبكه، ويقول لحارس المرمى معلش عذرا هدها من الشبكه. والله العظيم كره عبد المنعم ما شفتها، ما شفتهاش يعني، من كتر سرعتها انا مش عارف هي دخلت، هي اللي حصل ايه، ولا راحت فين، ولا القصه. علي معلول وعبد المنعم اهو، طلب الرقم، قال له عندك؟ قال له عندي. قال له ابعت اللي عندك. بعت اللي عنده، راح جابها من الشبكه. اسرع ديليفري في مصر مفيش كلام. تطلب النمره لعلي معلول على طول لعبد المنعم. يسكت عبد المنعم؟ لا، اخد قرار ان في المباراه الثانيه يطلب نفس الرقم ويعمل نفس اللقطه مع علي معلول برضو، اول المشوار واخر المشوار. ادي اللقطه اهو، شاور له، شاور له قبلها، وقفنا عند اللقطه دي كتير، العب في الحته دي هاتها من الشبكه، زي ما يكون ماجر الحته في الشبكه اللي على الشمال دي، زي ما يكون متعاقد عليها. هناك اهي، اهي اختها النهارده عاملها بس اسرع شويه من كورنر، من كورنر. هات الباقي، هات الباقي. ادي ادي اللقطات، ادي الكلام، ادي الاهداف. احتفالات كبيرة جدا للعيبة الاهلي، احتفالات مستحقة للعيبة الاهلي بصراحة. ما اكذبش عليكم، انا نفسي راح وتعبت ودخت خلاص، صوتي راح من كتر اسبوع الحقيقة بنادي على الناس، والنهاردة اسبوع بنحتفل مع الناس. الناس قلقت، الناس خافت، الناس افتكرت ان البطولة راحت، ولكن هو ده دورنا ان اقول لك ما تقلقش، اوعى تبطل دعاء، اوعى تبطل دعاء. شفتوا لقطات النهاردة جمهور الاهلي قبل الماتش؟ شفتوا صور النهارده جمهور النادي الاهلي قبل الماتش؟ جمهور النادي الاهلي النهارده اللي بيشجع رايح المباراه، عدد النهارده، عدد في المغرب بيحتفل ورايح، يحسب تاني وتالت ورابع للجانب المغربي. التامين النهارده الرائع، بنفس مستوى التامين النهارده اللي كان موجود عندنا بفضل الله، وخرج العرس الافريقي بشكل اكثر من رائع. بصوا جمهور النهارده النادي الاهلي، لا مش ده، في صور كتيره للتجمع النهارده جمهور النادي الاهلي كانت موجوده على السوشيال ميديا،
وكان الحقيقه عدد كبير جدا 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 موجود، عدد كبير اهو امامنا، اهو جمهور النادي الاهلي، ادي تيشيرت النادي الاهلي، وادي تنظيم جيد النهارده، وانتظار دخول وتفتيش كويس، والامور ماشيه بشكل جيد، واحتفالات، واعمل اللي انت عايزه زي ما يكون قلبه حاسس. جمهور النادي الاهلي النهارده زي ما يكون قلبه حاسس قبل اللقاء وقبل الماتش ان هو رايح يحتفل، هو مش راح يهزر، هو في كاس على موعد النهارده مع حسام غالي ان هو هيشيله، والكابتن خطيب زي ما يكون قلبه حاسس، عايزه لعيب برضه، عايزه حد نجم برضه كان موجود في الملعب، حسام غالي هو النجم، حسام غالي النهارده هو اللي هيرفع الكاس لان هو النهارده اللي رئيس البعثه، هو اللي موجود في الملعب. الاهلي ما بيدورش على لقطات، الاهلي بيدور على بطولات، الاهلي النهارده مش بتاع تصريحات، الاهلي النهارده بتاع كاسات. عبد المنعم النهارده لو بقاله 20 سنه بيلعب في النادي الاهلي، اوعى تقول لي ان دي روح اتعود عليها في النادي الاهلي، اوعى تقول لي. هو بيخدش النادي الاهلي بيدوله الكارنيه، بيعملوا له التحاليل، بيدوله صك النادي الاهلي، وهي حاجات محفوظه، اخدها عبد المنعم، اخدها كهربا، اخدها كل اللعيبه اللي موجوده بما فيهم مروان عطيه. واخيرا اخيرا رامي ربيعه بيقول ال11 معايا، ما تلاقوش، مش هتروح في حته، ال11 اكيد جايه، وبالاخلاص الكبير وبالروح الكبيره. علي معلول وعبد المنعم هو اقوى دويتو في مصر، اوعى العو يا عم الحاج، مع الجوز دول اوعى تغمض عينيك. لو راح علي يلعب دور على عبد المنعم في الملعب، لو علي معلول راح يلعب دور على عبد المنعم في الملعب، وبص على الكوره وهاتها من الشبكه، لان هما الاثنين حافظينها، بيغيروها بس بيعملوها، وفي الاخر دائما وابدا تستقر في مكانها الطبيعي وهي الشبكه. النهارده جمهور الاهلي هو النجم رقم واحد، افرح واحتفل وهيص واعمل اللي انت عايزه، انت صاحب الكوره، انت صاحب الشغلانه، انت النهارده البطل، انت النهارده النجم رقم واحد، انت اللي حاصل النهارده على اعلى الالقاب والارقام، محدش يحصل الاهلي في افريقيا، الاهلي النهارده اخذ ال 11 وطار، عذرا نادي الوداد، نشكركم لحسن الاستضافه، ولكن هذا العام الامور مختلفه، هذه دائما لغه كره القدم، في العام الماضي فاز الوداد، قلنا الف مبروك للوداد وهارد لك للنادي الاهلي، ولكن في هذا العام الاهلي هو البطل، الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك للوداد، في عز احتفالاتنا لا ننسى ابدا الروح الرياضيه، ولا ننسى ابدا العلاقات القويه، ولا ننسى ابدا ان الامور مرت بشكل رائع، ولا ننسى ابدا ان النهارده التحكيم كان على الطرفين زي اول مباراه، التحكيم كان على طرفين، انتهت البطوله بالحلو والوحش، انتهت البطوله بالمر والصعب، ولكن في النهايه فاز من يستحق، فاز النهارده صاحب السعاده، فاز النهارده معلم افريقيا، فاز النهارده الاسطى الكبير، فاز النهارده النادي الاهلي. هل يكون النادي الاهلي على موعد اخر مع المان سيتي؟ هل يكون النادي الاهلي في كاس العالم للانديه على موعد مع الكبير؟ هل الكبير في افريقيا يكون في لقاء اخر مع الكبير في اوروبا؟ هل يتكرر لقاء الريال مدريد مع المان؟ كل حاجه النهارده بقت ورده، مع الاهلي النهارده اخباره بقت مختلفه، ارقامه بقت مختلفه، منافساته بقت عالميه، النهارده الاهلي يستحق الحديث، النهارده الاهلي يستحق الاداء، النهارده الاهلي يستحق كل شيء. بصراحه تعبت وصوتي راح خلاص، يعني الاهلي النهارده يستحق ان صوتي يروح، ويستحق الحقيقه كل حاجه، لان هي النهارده كانت مباراه كبيرة جدا جدا، أبطالها كتير، أبطالها لعيب النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وكولر والجهاز الفني وكل الناس. عاجل الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الأهلي باللقب الأفريقي ويثني على روح الفريق. شيء الحقيقة رائع من سيادة الرئيس اللي دائما وأبدا حاضر مع الشعب المصري في كل أفراحه، دايما مبادرة السيد الرئيس ومباركة السيد الرئيس هي بتكون أول لقطة وأول لحظة وأول تصريح للشعب المصري، لأن هو واحد منهم، قريب منهم، حاسس بأفراحهم وحاسس بأحزانهم. شكرا سيادة الرئيس، ألف مبروك للشعب المصري بالكامل، ألف مبروك البطولة للنادي الأهلي، ألف مبروك أفريقيا في الجزيرة، ألف مبروك النهاردة أداء
أكتر من رائع، وألف مبروك لكل الإعلام المصري الرائع الراقي على التغطية الرائعة، وشكرا للإعلام المغربي على المعاملة بالمثل وعلى التغطية أيضا المتحضرة. عدت البطولة الأفريقية بتحضر كبير جدا، وفاز بيها البطل، وفاز بيها حامل اللقب، وفاز بيها صاحب الحداشر، وفاز بيها وحش أفريقيا، وفاز بيها النادي الأهلي. رائع جدا بفوز النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي الآن بالملايين في كل حتة، الحقيقة احتفالات كبيرة جدا مش بس في مصر، في أفريقيا وفي الدول العربية وفي أوروبا وفي كل مكان. وكانت أول تهنئة الحقيقة للسيد الرئيس، تهنئة للنادي الأهلي، ويعني تغريدة لسيادة الرئيس كتب فيها المتحدث الرسمي هنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مشيدة بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة 11، ومثنيا على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز. وأعرب السيد الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات. في كلمة جماعة هنا عايز أقف عندها، الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، عشان إحنا إما بنتكلم ونقول هو نفس شعور سيادة الرئيس، هو نفس شعور الشعب المصري، إن إزاي كانت الروح للبطولة دي عالية، إزاي كان المشهد رائع، إزاي كان التحضر موجود، وفي النهاية فاز الأهلي، فازت الكرة المصرية. شكرا سيادة الرئيس على التهنئة الكبيرة جدا والتهنئة الغالية جدا، ألف مبروك للنادي الأهلي. وزي ما النادي الأهلي صاحب الرقم 11، معايا نجم النهاردة كبير كمان، صاحب ألقاب كتيرة وصاحب أعلى الألقاب في تاريخ النادي الأهلي، كابتن شادي محمد نجم النادي الأهلي ونجم مصر بعد الفصل.
11 ضيفي ونجم النهارده واكثر من حمل كاس بطولات داخل النادي الاهلي لوحده 4 افريقيا و4 سوبر وعون الله. شرفنا كابتن شادي. كابتن سيف برحب بيك في البدايه والحمد لله وشنا حلو والواحد بيبقى صعب قوي طالع على الهوا وفي نتيجه سلبيه. في البدايه اكيد الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، اللاعبين، الرجاله، المدير الفني، كل ما ينتمي للنادي الاهلي. فعلا الاهلي اسياد افريقيا والحمد لله دائما وابدا على نعمه الاهلي. هقول لكم حاجه سر يعني، كابتن شادي كان قاعد جوه والاهلي خسران 1-0 وبصيت له كده قال لي الماتش لو خلص كده انا هروح، مفيش طلوع، انا مش هطلع والاهلي خسران. فقاعدين بقى اللي هو ايه يعني رب. طب وبعدين طب وبعدين. دي حقيقه. اولا اللعيبه رجاله بمعنى الكلمه، مش دايما تاخد البطوله والاداء يبقى اللي يعجب الناس. الأهم حاجة اللي يبقى عندك إصرار وعزيمة وثقة في تاريخ ناديك وثقة في التيشيرت اللي أنت لابسه. طبعا لا عزاء لكل من راهن على هزيمة النادي الأهلي. وطبعا هرجع أقول لك تاني، فوز مهم جدا، تاريخ كبير جدا. الأهلي بجد بجد حاجة تشرف، حاجة تفرح. مش هقدر أقول أكتر بجد غير من الحمد لله على نعمة الأهلي، على السعادة اللي بيرسمها على وجوه جماهيره. فرحنا قوي النهاردة، كنا محتاجين للفرحة. الأجواء ما قبل المباراة اللي احنا بنشوفها كابتن سيف، بنشوف الجماهير في الشوارع، الكافيهات، واحنا جايين بالعربية، الناس متحفزة كأنهم في الملعب. وأهم حاجة بالنسبة لي الفريق البطل، اللعيبة الرجالة اللي يرجعوا بالكاس من برة. اللي انتوا ترجعوا بالكاس من برة دي حاجة، دي سمات الفرقة الكبيرة. ذكرتونا فعلا فعلا، ذكرتونا بوقت زمان. وفعلا لما بيتقال اجيال بتسلم اجيال للنجاحات والبطولات وبناء تاريخ كبير جدا مع كل الاجيال. الاهلي حاجه تشرف، الاهلي حاجه تفرح، الاهلي البسمه، الاهلي الفرحه، الاهلي الانتصار، الاهلي ما فيش فيه مستحيل. كل من راهن على هزيمه النادي الاهلي اعتقد ما اعتقدش اللي هو هيفكر كده تاني، لان كان في كلام سلبي بعد النتيجه 2-1 من ناس كتير. تقول ايه للكابتن محمود الخطيب انت كشادي؟ لقطه جت عليه كنت حاسس بيه قوي. احنا كنا عمر كبير جدا مع بعض، اكتر من 17 18 سنه، وكان متدرج في المناصب بتاعته. كابتن محمود الخطيب كان صعب قوي المشهد، عارف احساسه وانت بتتفرج ومسؤول ما بين. عارفه بالظبط. احساس صعب جدا جدا، ان انت وراك مسؤوليه جماهير بملايين، اعضاء بالوف مؤلفه، والاحساس اللي انت مستني هدف عشان تقوم تفرح. انا كان نفسي الكاميرا تبقى معايا لما جت الهدف، انا اعتقد اللي هو مش هتلاقيه على الكرسي بتاعه، باحساس مسؤول وباحساس لاعب ونجم كبير سابق، واحساس اللي هو قريب من جماهير النادي الاهلي اللي هي بتحترمه وبتعشقه اخلاقيا قبل كره القدم. فبصراحه منظومه محترمه، منظومه الاهلي تشرف، منظومه النادي الاهلي الواحد بيفتخر بيها طول الوقت على مدار التاريخ، من انضباطها واخلاقها وتعاملها مع كل المواقف بحكمه وحنكه زي ما بيقولوا يعني. دي احتفالات جمهور النادي الاهلي احيانا كده وسط، يعني هديني بس الصوت شويه، احيانا كده وسط فرحه جمهور الاهلي دايما انا يقول لك ايه، انت يا عم ما تبصش على نص الكوبايه المليان، النهارده يا عم قررت اهو ابص لكم. بعض الناس كاتبين على السوشيال ميديا في عز الاحتفالات دي ان في خلاف
بعد اللقاء ما بين مصطفى شوبير لخروجه من القائمة، مصطفى شوبير لخروجه من القائمة ومحمد الشناوي. ايوه كان في خلاف كبير جدا وحصلت خناقة كبيرة ما بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي بعد المباراة، وانا حنفرد بالصورة بتاعة الخناقة. بص جابوا شدوا من التيشيرت الشناوي، خناقة فظيعة جدا، قام مديله الميدالية ومصطفى يسكت؟ لا ما يسكتش، حضنه. اقفل على الشغلانة بخ، زي ما بنقول دايما ادي العلاقة وادي الرد، وقتي مش أول مرة نشوفها، وكل مرة بيطرح الموضوع وتلاقي عندي أنا الإجابة. فكريم متعب وغالي نفس الشغلانة بالظبط، نفس القصة كابتن. محمد الشناوي كابتن الفرقة ليه كل الاحترام والتقدير. لو احنا بنتكلم على بطولة أفريقيا، طبعا بهني كل اللعيبه، لكن المشهد اللي حضرتك اتكلمت فيه ده كتير. عشان كده بنقول لجماهير الاهلي ما تسيبش ودانك للناس اللي بتعمل مشاكل وبتختلق مشاكل. اولا الاحترام موجود، مصطفى ابن من ابناء النادي طبعا، يعلم طبعا كويس قوي اكتر من اي حد. عمل اداء رائع في المباراه الاولى وده اللي انا كنت هقوله النهارده. لو الشناوي لعب المباراه النهائيه مفيش اهلاوي. ادي المشهد القديم الاحترام مع عماد متعب، هتلاقيه بينده لحسام غالي. هو ده النادي الاهلي وهي دي ولاده، وده المشاهد الطبيعيه اللي بنتربى عليها كلنا داخل النادي الاهلي. صح. مش مهم مين يرفع الكاس، المهم روح الجماعه. الناس بتزق مين يستلم، الناس بتزق على مين يشيل. بالظبط، مش بتزق على اللقطه وزق اطلع في الصوره. في مشاهد في التاريخ ما ينفعش نتكلم فيها، زي المشهد اللي حضرتك عرضته. لكن انا عايز اقول حاجه، وده من الناس كلها اللي كانت في الاستاد، حتى لو كان في تخوف من قبل ما مصطفى يلعب، لما لعب نال اعجاب الجميع واشاد بيه الجميع، وتعامل مع كل الكرات اللي جات له كحارس مرمى كبير. هي دي الحقيقه وده اللي احنا شفناه، فاتبنى الثقه. لو كان الشناوي غاب كان هيقول لك مصطفى عندنا. صح. على عكس دي حقيقه. ولو الشناوي لعب فده حارس مرمى مصر الاول وكابتن الفرقه، وهي دي العلاقه اللي داخل النادي الاهلي، الروح المحترمه بين اللعيبه بينهم ومن بعضها. طيب في ناس تقول لك لا يا عم دي صوره متركبه. أيوة. مثلا الصوره دي قديمه صح كده؟ بالظبط. تعال نشوفها صوت وصوت. ولا يمك، ورينا ورينا بنساوي. تعالى 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 تعالى. الشناوي الشناوي بيجيب بلطجة. ايوه تعالى بص، فتح له الكوس وتعالى. ايوه والتاني لسه هتفكر، قال له انت بتفكر. انا بشوف المشهد ده التاريخ والمستقبل اللي جاي. بدل ما كنت تجيب حارس مرمى بالملايين، عندك ابن من ابنائك راجل عارف تقاليد وعادات النادي. فمصطفى شوبير حتى لو هو ما لعبش، كفايه اللي دخل قلوب الاهلاويه من المباراه الاولى، كان راجل بمعنى الكلمه. في كرات انا حتى كنت بتكلم مع الناس في الاعداد على الكوره بتاعت الماتش الاولاني، بتاعت لو نرجع لمباراه فرنسا والارجنتين في المباراه النهائيه، الكره الاخيره اللي انقذها حارس مرمى الارجنتين هي نفس الكره اللي جت في ماتش القاهره. بالظبط. ففي كرات تجيب لك بطوله، وفي صده تجيب لك بطوله. صح. فلو الشناوي كان تالق النهارده بنقول له الف الف مبروك. على الجانب الاخر في لعيبه لو ما لعبتش النهارده، على سبيل المثال مصطفى شوبير، برضو لازم نقول له الف الف مبروك. وهي دي روح الجماعه. يعني النادي الاهلي بياخد بطوله، فبنتكلم على كل الفريق. محمد عبد المنعم راجل النهارده جدا، ديانج راجل جدا، حسين الشحات رغم اللي هي بس بعض التحفظات مش عايزين نرفزها في المباراه النهائيه، اللاعب الكبير يلم زمايله بشكل قوي، ولكن الضغوط على اللعيبه الكبيره بتبقى اقوى برضو الصراحه، فليه العذر يعني. نرجع بعد الفاصل مع كابتن شادي محمد، والتقييم للاعبين والتقييم لكولر، هيدي كل واحد كام من 100، كام من 10؟ جيد جيد جدا ممتاز. كله النهارده ياخد العلامة الكاملة. هنشوف كابتن شادي هيعمل ايه بعد الفاصل.
واحد يقول لي النهارده تغطيه النادي الاهلي خاصه، بس النهارده احنا مش شايفين غير الجمهور. طبعا الجمهور النهارده هو الاهم، هو احسن مننا، هو صاحب الشاشه، هو النهارده النجم، هو البطل. فاكيد النهارده اهم مني، اهم من شادي محمد، هو النهارده وجود جمهور النادي الاهلي على الشاشه. اكتر حاجه مفرحاني وانا بشكر المخرج جدا اللي هو رجع على الصوره دي، لان اللي انت تحتفل داخل النادي هو ده المشهد الاخير، اللقطه الاخيره في بطوله افريقيا. اللعيبه كابتن شادي ده المخرج بيقول لي معلش يا كابتن انسى نفسك النهارده انت كابتن شادي. ماشي يا عم عشان خاطر الاهلي وجمهوره. ماشي. ده المشهد الاخير بتاع الفرح. اللعيبه الرجاله، الاداره، سواء المدير الفني بيستنى المشهد ده، هو ده اللقطه الاخيره اللي انت بتفرح جمهورك في كل مكان، الملايين من الاهلاويه اللي منتظرين اللي انت ترفع الكاس، فده المشهد الطبيعي بتاع النادي الاهلي. وكتير قوي اتذكر انا وانا بتفرج على المشهد كنت بفتكر واحنا راجعين من استاد القاهره او من رادس استقبال الجماهير لينا اللي احنا بنلعب من اجلهم وبنلعب من اجل نسعدهم وبنلعب من اجل نصنع تاريخ لانفسنا. لكن الاهم الجماهير هي. انا مش عايز ادخل في تفاصيل كتير لكن انا في مشهد لازم احكيه. انت بتران على الجمهور كتير؟ طبعا، لان لولا جماهير النادي الاهلي كان عدد البطولات ده يبقى اقل، لان جمهور الاهلي انت كده ساعات بتتغر كده وتشوف نفسك وتحس تقول ايه انا الاقرب لجمهور النادي الاهلي ولا دي كبيره دي؟ لا ما بشوفش كده، لان الاهلي عنده الاهلي اهم حد، اهم من اي لاعب. هذه الحقيقه. انت مره قايل لي كده وانت شغال في قناه الاهلي لك قابلتك وقلت لي كده، قلت لي انا اقرب واحد لجمهور النادي الاهلي. لا والله بص اقول لك الحاجه، مش كده. تعايشت معاهم في مواقف كتير، حسيت بيهم في وقت كانوا عايزين يعملوا دخلات مش عارفين يعملوها. مروا بظروف كتير جدا، عايزين يسافروا ورا الفريق والامكانيات الماديه ما كانتش تسمح، فكانوا بيعملوا حاجات كتير قوي عشان يسافروا ورا الاهلي. فابتديت افهم ده واسمع منهم ده، فده مش معناه عشان انا قريب من الجمهور يبقى الباقي لا، بالعكس. اي حد بيمثل ويلبس تيشيرت النادي الاهلي غالي عند جمهور الاهلي. صح، دي حقيقه. وانت كمان عملت تاريخ وعملت الحمد لله وعملت كمان ملايين. كابتن سيف عايز اقول حاجه مهمه. نسيت انت عملت ملايين عديتها كده وانا برضه انت حلو. جماهير النادي الاهلي في مباراه الوداد الاخيره، عشان انا كلموني ناس كتير من هناك، عملوا حاجه محترمه جدا لمساعده ودعم النادي. ومش اي جماهير تعرف تعمل الكلام ده. جماهير الاهلي راحت للمدير الفني وقالت له هنزل اللعيبه التمرين واحنا هنبتدي نهاجم اللعيبه ونزعق في اللعيبه عشان لما ينزلوا الماتش يبقوا متعودين. صح، ودي قعدوا يصفروا. بالظبط، قعدوا يصفروا في التمرين. الجمهور محترم، جمهور حاسس بالمسؤوليه زيه وزي اللعيبه. صح، عشان كده هو غالي عند اللعيبه، غالي عند الادارات اللي على مدار التاريخ. هو دايما في كل الماتشات وكل النهائيات واحنا في غرف الملابس كان دايما يتقال المدرب يقول لك بص على الجمهور ده لازم تروحه مبسوط، لازم تسعده، ده دورك اللي انت بتلعب عشان الملايين دي تروح فرحان. اكيد صح، بس النهارده كولر ما قالش كده. كولر النهارده قال عذرا لجمهور الوداد، بص على الجمهور ولازم الجمهور النهارده ما يروحش مبسوط، لان عندنا جمهور في مصر لازم ينام مبسوط. ودي في الاخر كره القدم، يوم هتنام مبسوط ويوم هتنام زعلان، والنهارده هو يوم النادي الاهلي وجمهوره. ارجع لكم بعد الفاصل. نرجع تاني بقى مع كابتن شادي وتقييمات اللاعبين. تقييمات اللاعبين بقى من وجهه نظرك جزء كده فني بقى، يعني العاطفه خلاص اتكلمنا عليها وخلصناها. جيد، جيد جدا، ضعيف. محمد الشناوي المدير الفني الاول. مش هديله، انا هديله ممتاز عشان ممتاز. تغييراته النهارده غيرت المباراه، ادت استحواذ للنادي الاهلي، وشفنا الاهلي كان ممكن في الربع ساعه الاخيره او الثلث ساعه الاخيره يفوز اكتر من هدف. محمد الشناوي محمد الشناوي هديله جيد جدا. جيد جدا. حدي محمد عبد المنعم ممتاز. محمد هاني هديله ممتاز، واللي جاي مش عايزه يتوتر خالص لان واحد من كباتن الفرقه فلازم يبقى اهدى من كده. ياسر ابراهيم ياسر بيعجبني كمدافع، بيغيب كتير جدا
وما بيلعبش ساعات اساسي ويرجع كانه كان بفورمته وعنده فورمه مبارياته وبيترمى في مباراه بلغه الكوره في ماتشات كبيره جدا فهديله ممتاز. اسرع دليفري في مصر؟ جيد جدا. انا بصراحه عايز ادي كله جيد جدا لان هم فرحوا كل جماهيرنا يعني لو كل اللعيبه هنديهم جيد جدا. انا بالنسبه لي ديانج جيد جدا. مروان جيد جدا طبعا. حمدي جيد جدا. حسين الشحات جيد جدا وبرده نفس اللي قلته لمحمد هاني هقوله لحسين. لاعب كبير لاعب قدم مباراة عنده ثبات في المستوى الفتره الاخيره دي لازم اللاعب الكبير هو يلم الناس مش عايزه يتوتر تاني عشان لما انت بتوتر زمايلك. لو انت لاعب كبير لاعب محترم قصرت في اداء النادي الاهلي الوقت الاخير ده. بيرستاو بيرستاو برضه الفتره الاخيره متالق بشكل كبير هديله جيد جدا. كهربا كهربا تحركاته كتير وهديله برضه النهارده جيد جدا. دول بقى انا عندي يعني شويه حديث يعني مختلف شويه. عبد القادر ومحمد شريف. عبد القادر ومحمد شريف خلي بالك الماتش صعب ونزلوا التغييرات اللي نزل يعني بس النهارده في لقطات كتير. بص اقول لك على حاجه، محمد شريف لازم يتحرر ويفهم اللي هو راس حربه النادي الاهلي. عندك امكانيات هداف الدوري بتعرف تجيب اهداف حلوه، ليه بتضيع اهداف سهله؟ مع ان الكوره اطمع النهارده بتلعبها واحده ليه؟ النهارده عندي المساحه فاضيه وانفراد كامل اخد الكوره لجوه وبطن رجلي المرمى فاضي يعني مجرد لان حارس المرمى من الثبات عمره ابدا اللاعب اللي جاي بسرعته الا اذا كان ضربه جزاء لو حاول يحتك بيه. فانا النهارده لازم كوره راحت كوره طويله طلع لي حارس المرمى اقطم لجوه احطه ببطن رجلي خلص الماتش اقتله خلاص بدل ما يجي يتضغط يبقى 2-1 نروح لضربات جزاء. احمد عبد القادر لعيب مهاري جدا برضو راح بالكوره عايزه كويس جدا الحلول الفرديه بس افتح عينك لان ممكن هو على فكره هو كويس في ده برضو بس ممكن بترفع عينك لو لمحت زميلك ممكن تمررها يبقى فرصه هدف تاني. لكن في الاول وفي الاخر اللعيبه ادت اللي عليها لما نزلوا ادوا افضليه مع قفشه ادوا افضليه في وسط الملعب للنادي الاهلي. وانا بقول للمدير الفني اعتقد رقم 27 يحيى عطيه اول خروج لنادي الوداد التغييره الاولى اللاعب ده خرج. انا اول جمله قلتها الاهلي هيمتلك وسط الملعب. اللاعب ده كان بيهدى امتى يعلي الريتم امتى يقلل الريتم فساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا على امتلاك وسط الملعب والسيطره. كمان كولر كان ذكي ادى قفشه عشان قفشه ممكن يعمل استحواذ باللي انت عايزه وبساطه هتبقى مؤثره عنده من الجرأه في الباص اللي فيه مخاطر. فالاهلي كان افضل مع التغييرات عشان كده انا من وجهه نظر اللعيبه كلها جيد جدا ما عدا ثلاثه ممتاز. جماهير النادي الاهلي على اللي عملوه داخل الملعب وبره الملعب قبلها بيوم ممتاز. المدير الفني اللي هو يعمل التغييرات تغير الموازين هديله ممتاز. محمد عبد المنعم الهدف اللي جابه ممتاز وممتاز وممتاز وهدف في التاريخ لانه لاعب انا بشوف اللي هو واحد من افضل السرد باكات في مصر. طيب كريم فؤاد لاعب النادي الاهلي نروح نطمن عليه ونبارك له. كريم مساء الخير. كريم كريم معانا؟ لو اكيمو مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيف ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن. كله كويس؟ كله زي الفل الحمد لله. الف مبروك يا كابتن فادي. حبيبي يا كيمو الف مبروك ومبروك ليك ولكل زمايلك يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. مبروك علينا كلنا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. دير بقى اللقاء مع الراجل كده ومتعنا دير. برضو ايوه دير كده معاك كابتن شادي وكيمو. كريم شفت الماتش فين؟ شفت الماتش في البيت عندنا في البلد. طيب حلو. اول ما محمد عبد المنعم جاب الهدف عملت ايه؟ هو انا ما شفتش اصلا ان منعم جاب الجون بس عرفت ان منعم جاب الجون يعني ما دام عرضيه معلول على الاولى منعم جون خلاص. ايوه انت بقى الرياكشن بتاعك عملت ايه؟ لا طبعا احنا قعدنا نتنطط وبتاع ونرمي مخبات كده. اتصلت بحد من الفرقه او كابتن سيد؟ اتصلت بحسين واتصلت بوفا وكلمت كذا حد تاني بس ما كانش عندهم بقى شبكه وكده. هو طالما الكابتن سيف بعت لهم يعني. أيوة. طالما الكابتن سيف اداني الحذاء فانا مكمل معاك. لا لا عيش براحتك انا معاك من ليله الليله النهارده خلاص. طمني على اصابتك وطمني عليك هترجع امتى بالسلامه ان شاء الله. اهو الحمد لله والله ماشي كويس والحمد لله في تطور كبير وان شاء الله يعني هات
خلال الشهرين الجايين دول ان شاء الله هنكون في الملعب باذن الله. انا دلوقتي المفروض في الشهر الخامس وان شاء الله في بدايه السادس كده ابدا انزل ملعب او اشتغل شغل ملعب يعني ان شاء الله. ان شاء الله ترجع بالسلامه كابتن سيف اتفضل. باذن الله باذن الله كابتن. شفت ما صدق قلت له كلم الراجل اخذ البرنامج وروح بيه. اخذ البرنامج ومشي. فرحانين بقى يا كابتن فرحانين. حقكم بصراحه حقكم وجوم مع بعض. كان صعب قوي الحمد لله. انت عارف ان انا الجمله اللي انت قلتها انا قلتها في الانترو، انا ما شفتش الجول، انا لقيت الكورنر الكره في الشبكه، انا بحسب ان علي معلول هو شاطها دايركت في الجول. لا هي العرضيه على الاولى ودخلت. ايوه انا ما انا شفت بعد كده بيجي. انا ما شفتهاش بس عرفت ان هو بيلعب على طول. صح بس بيعملها 10 على 10 وعملها كتير وكذا جون في كذا ماتش مختلف، فهو ما شاء الله ما شاء الله مميز فيها جدا. في جمله كده على الاولى جون منها. في جمله كده دايما كنت اسمعها، يا ريتني كنت معاهم. هو يا ريتني كنت معاهم فعلا، بس يعني الحمد لله وفرحان ليهم جدا والله يعني بص مش قادر اوصف لك احساسي طبعا، ودي اول بطوله ليا افريقيا. ايوه فلا يعني طبعا يا كريم احساسك حلو لان اللائحه بتقول الاصابه كانك لعبت بالظبط المكافئات. هو احساس حلو طبعا بس لو بلعب احسن. لو بتلعب احسن بس معنى كلام. بص انا حاسس من نبره الكابتن شادي ان فيها يعني ان فيها ايه نبره كده نبر، فاهم قصدي؟ وحسن كما بيقول. لا والله والله الفكه في البطوله دي كتير يا كيمو؟ ايه؟ الفكه دي كتير؟ والله مش عارف يا كابتن. حاجه تعوض الاصابه والزعل بقى يعني. والله بص هو مفيش حاجه تعوض الاصابه يعني. طبعا بس الحمد لله يعني. الحمد لله رجع. واكرم طمنا على اكرم، انت بتتاهل معاه صح؟ نفس الحاله ان شاء الله يعني. راجعين امتى ان شاء الله انت وهو؟ هو احنا ان شاء الله ممكن هو كده ان شاء الله في بدايه السيزون خلاص يعني. كده ايه؟ انا اسف كده ايه؟ في بدايه السيزون. في بدايه السيزون اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله في بدايه السيزون، بس احنا ان شاء الله ممكن ننزل الملعب خلال الشهرين الجايين يعني ان شاء الله. ربنا يكرمكم ان شاء الله باذن الله، والف مبروك وان شاء الله نطمن عليه. انا عايز بس اقول له قدر الله ما شاء فعل، الاصابه اللي جت في توقيت انت كنت متالق بشكل كبير جدا. يا كابتن ان شاء الله ترجع بالسلامه. والله دي نعمه يا كابتن. ان شاء الله ترجع بالسلامه لان انت واحد من اللعيبه المتميزه جدا 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 ودخلت قلوب جماهير النادي الاهلي، فبتمنى لك التوفيق ويا رب ترجع بالسلامه ان شاء الله باذن الله. كابتن ربنا يخليك. شرفتنا ونورتنا كيمو، اشوفك على خير. تسلم كابتن سيف. تسلم. ربنا يخليك. حصل لك اصابه قبل كده؟ صليبي او حاجه؟ لا غضروف. قعدت فيها قد ايه؟ قعدت في 4 شهور ونص اول ما رحت الاهلي على طول. مؤلمه الاصابه وتوقيتها؟ بتاع ربنا يعني. اكيد طبعا مزعجه لان بتحرمك من حاجات كتير قوي، انت كنت بتبقى جاي النادي الاهلي باحلام واهداف. وعارف ان النادي بطولات زي ما كريم قال، في بطوله بتبقى فرحان بيها قوي من قلبك، لكن المشاركه الفرحه من جواك بتبقى اللي انت تشارك دي تبقى اضافه جواك يعني. لكن الاصابه فعلا هي أسوأ حاجه في كره القدم. عشت اللحظات اللي الشباب عايشاها دلوقتي؟ عشتها كتير. لا عشتها بره برضو. طبعا رادس وجروه والفرحه مش طبيعيه. شبيهه الفرحه دي كانت فين؟ شبيهه الفرحه دي هي في مباراه يعني، معلش انا يعني هطمع شويه انا والجيل عشان اديهم حقهم. فرحه الصفاقس وفي رادس دي بطوله انت متعادل هنا 1-1 والوقت هناك والاحساس عفوا الناس بتسلم عليك وانت مسافر. الماتش فانت شايف الوشوش فبنفهم يعني من عيون الناس. فاللي هو انت لا، لكن كان عندنا اصرار وعزيمه. لا والوقت الهدف في الدقيقه توقيت الهدف خلاص. بص ده الناس ابتدت تحتفل في حاجه هتخلص ربنا هيديك. في النادي الاهلي بجد بجد اقسم بالله المنظومه فيها البركه. هقولها كده. منظومة كلها بقى مع كل الأجيال، مع كل لعبوا قبلنا وبعدنا ودلوقتي، لا في حاجة فيها البركة فيها الخير. لأن في أحيانا تقعد تحسب حسابات معينة. هل النهاردة لما نيجي نتكلم بصراحة على التيبل اللي احنا عليها دلوقتي وأنا عارف هتعلق على كلمة الله عليك أقسم بالله ظاهرة إنجلش كل مرة شفت بقى أنا ببهرك إزاي. ده التطوير الحقيقي كابتن. دي خامس جملة السنة. انت بتذاكر مع الاولاد ولا ايه؟ اكيد طبعا. فلما بتقعد تتكلم في حاجات يعني مثلا ماتش الوداد، بلاش نتكلم في الماضي،
ماتش الوداد مثلا هتلاقي ايه في احباط عند فئه معينه في يقول لك لا كده خلاص خلصت ده الماتش صعب بره كم حد قال كده هل النادي الاهلي النهارده عمل ايه اقول لك سر الخلطه اقول لك سر الخلطه سر الخلطه ان النادي الاهلي ده كل الناس بتتجمع عليه حتى لو اختلفنا حتى لو كرهنا بعض نرجع نحب بعض دي حاجة. يعني مثلا امشي معايا واحده الناس تقول لك ايه مثلا ايه كابتن شادي محمد والكابتن محمود الخطيب ممكن في يوم من الايام يقعدوا مع بعض كويس مثلا قعدوا وحضنوا بعض وعلاقه بقت طيبه طيب الخلاف الشديد كابتن طاهر ابو زيد كابتن محمود الخطيب ممكن العلاقه دي ترجع الاقي في افتتاح منيه نصر موجود كابتن طاهر ابو زيد كابتن محمود الخطيب اول الحاضرين مفيش حاجه خالص كويس اصل شريف اكرامي ورمضان مشوا من الاهلي فالخلاف شديد مع كابتن اكرامي كل صوره في النادي الاهلي الاقي كابتن اكرامي كابتن محمود الخطيب مفيش موضوع خالص اصل في الانتخابات كابتن محمود الخطيب والمهندس محمود طاهر اكيد هتبقى في علاقه صعبه جدا اشوف نهائي افريقيا كابتن مهندس محمود طاهر كابتن محمود الخطيب قاعدين جنب بعض طب كابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي في نهائي افريقيا فكل واحد بيسعى لا كل واحد بيسعى ولا في حاجه وتلاقي الصوره كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب قاعدين جنب بعض برضه اقول لك على حاجه عشتها الله يرحمه كابتن صالح سليم رسخ مبدا من البدايه وملاش علاقه بحد قال لك الاهلي فوق الجميع الاهلي فوق جميع ابنائه الاهلي الاهم الاهلي هو اللي بيجمعنا كلنا حتى في اختلافاتنا الاهلي هو اللي بيجمعنا صح. علشان كده لما بيجي يجي فرع للنادي او مقر بيفتتح اللي هتلاقي يعني مثلا انا عجبني جدا اللي حصل المره اللي فاتت من اداره النادي الاهلي ابنائه كلهم موجودين كابتن ابراهيم حسن بقول لك بكل الناس. بكل الاجيال بكل صح. الاعمار كله موجود صح. عشان رساله اللي ولاد الاهلي ايد واحده ولاد الاهلي احنا بنعمل الفرع ده لينا كلنا ما هو مش وارد جدا ان الكابتن محمود يروح هو مجلس الاداره صح. مع المسؤولين وخلاص الاهلي ده كابتن عامل زي بيت العيله دي حقيقه كله يختلف والناس في الاخر هيجي العيد هيجي رمضان هنتجمع كلنا دي حقيقة دي حقيقة نقعد حوالين الترابيزه الاهلاوي ومش عايز ابالغ بجد والله الحمد لله الحمد لله بشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه الاهلي دي حقيقه لان الاهلي وراه جماهير كتير جدا وراء ادارات محترمه جدا انت ذكرت من شويه العظيم الكابتن حسن حمدي اللي انا على المستوى الشخصي بحترمه جدا وشفت معاه نجاحات وبطولات بكل مجالس الادارات النهارده الكابتن محمود الخطيب قبلهم المهندس محمود طاهر ولاد النادي الاهلي في الفرحه تلاقيهم موجودين بيحصل بعض الخلافات والمناوشات ما بتاخدش تفاصيل كتير بس تلاقي الاجواء اللي حواليك بيتعاملوا معاه زي ما بيتعاملوا مع بيت العيله في الاخر يطلع فنكوش تلاقي ما يلاقوش حاجه يلاقوهم في ايد بعض والله العظيم دي الحقيقه زي النهارده مثلا شايف الجماهير اللي موجوده قلت لك المشهد ده شفته سنين طويله اول حاجه بيعملوها على الجزيره عشان هو الاقدم اللي فيه مخزن البطولات وفيه دولاب البطولات وفيه عارف التاريخ ريحه التاريخ الاهلاوي من زمان موجوده فتلاقي الجماهير تتجمع عند فرع الجزيره ندمت في وقت من الاوقات في حياتك ان انت معيشش الاهلي وجمهوره ماليش دعوه بالصراعات وخليني انا في تاريخي وفي قصتي وفي حب الجمهور يعني ايه بالظبط؟ دخلت في وقت من الاوقات في خلافات مع الاهلي انتخابات وحصل خلافات في وجهات النظر مستحيل وبتاع. اختلف مع الاهلي، الاهلي يتفق عليه انا قصدي ادارات الاهلي يعني ما وجهه نظر يعني لا انت من جواك ما قلتش يعني لا لو رجع الزمن تاني يا عم خلينا راجل نجم من لا ما هو لو رجع دلوقتي عشان اكون مرتاح ضميري مرتاح لا انا انتخابات لما احب اساند حد او ادعم حد جوه الصندوق بصراحه ليه؟ عشان كلنا واحد فانا قريب من الناس كلها فليه اخلي حد يزعل مني؟ ده انا اتعلمته ما كانش عندي خبره فيه ممكن عاندت شويه من بعض الضغوط اللي مرست عليا حد مثلا يكون صديق حد يقعد يتكلم بطريقه بتضايقني فعاند ما تكلمنيش كان حر انتوا بتؤمنوا بالحريات ولا لا انا حر؟ فوصلت مع حد لكن هرجع اقول جمله تاني عشان انا اللي بقوله بتحاسب عليه في اي انتخابات اساند اللي انا عايزه لكن الطريقه اللي انا سندت بيها كانت لا تليق بكابتن النادي الاهلي التاريخي بصراحه ما ينفعش كابتن النادي الاهلي اساند بالطريقه دي لا اروح بالوقار اللي انا فيه بالهيبه اللي انا فيها او بشخصيتي اللي انا فيها وسلم على كل الناس وسلم على كل الناس بالظبط
اقول لك الحاجه ما انت انا فاكر كويس جدا يعني انت مثلا كنت بتجيب معلومه على المنصح وانت تجيب معلومه عن الكابتن الخطيب تجيب معلومه هنا تجيب نائب هنا نائب هنا صح. ده كلام محترم صح. بس في الحياه عشان كنت انا في عند قناه الاهلي وانا طالع من القناه على طول تعمل لي ازاي؟ اديت حته يمين تدي حته شمال اقول لك يا كابتن شادي هو ده الاعلام هتجيلي والايام هتجمعنا حصل الايام جمعتنا دي حقيقه. خليني اقول لك بجد والله يعني دي حاجه كويسه عشان لو في حد وقع في نفس الموقف بتاعي الخبرات اسال الاكبر منك في حاجه انت ما عملتهاش قبل كده فبلاش تجازف بسرعه ما تخليش بقى الحماسه تاخدك وبتاع علشان مش حلو ده ولكن هرجع اكرر كلمتي النادي الاهلي غني بابنائه ابنائه كلهم محترمين لما بيبقى في حاجه كويسه مقرات افتتاح فرع جديد كل بتلاقي كل كله دي حقيقه ده كله موجود النهارده في النجاحات كلنا مبسوطين الواحد قاعد بيتفرج حاسس ان هو بيلعب فعمال يجري ومش قادر النهارده قلت لك ازاي هطلع على الهوا ولو قدر الله حصل حاجه انا مش هعرف اتكلم جماهير الاهلي مش هبقى مبسوط لا ما انت الموقف ده بصراحه عجبتني فيه انتماء ولاء كبير ليا الحمد لله وبرضه مش هنساها لك لو الاهلي لو النتيجه فضلت كده بطلع انت بطلع انت وانت هتروح فين؟ هتابعك من البيت بص جمهور الاهلي يا كابتن هناك عامل ازاي؟ بص دي جماهير كمان في مكتوب في المغرب الجماهير اللي سافرت اللي انا يعني بوجه لهم رساله احترام وتقدير ليكوا على اللي انتوا اللي عملتوه مع المدير الفني للنادي الاهلي وتروح تعيش اللعيبه في نفس الاجواء دي حاجه محترمه اللي انت تسافر ويبقى عندك الثقافه دي طول الوقت عشان رساله حب وعشق في النادي اللي انت بتشجعه عايزين الناس لما تسافر تبقى اكتر ونشجع الناس تسافر اكتر عايزين كمان ندي رساله واضحه من جماهير النادي الاهلي يا كابتن اللعيبه بص اللعيبه داخله الاوتيل قالت لك اخش الاوتيل ازاي والناس جالي من اخر الدنيا بالظبط يعني الناس جالي من اخر الدنيا اسيبها وامشي ما اروحش حتى اجيب الكاس وراح احتفل معاها دي حقيقة بص الانسانيات الحاليه عامله ازاي مش انا كسبت اخش على الاوتيل واشاور للجمهور من بعيد واسقف لهم وبتاع الناس جايه تحتفل معايا ودافع تذاكر وعامله ومسويه بص اللعيبه ربنا بيدي هتلاقي وهتلاقي دايما تصريحات اللعيبه والاجهزه الفنيه والمسؤولين الف مبروك جماهير الاهلي اول حاجه عشان يعلموا قيمه جماهير النادي الاهلي وانا من خلال اللي عملوه دوت والمسانده في ماتش النهائي هنا والدعم والشياكه اللي اتعامل بيها جمهور النادي الاهلي ده كان الهتاف وصل لنا انا ما روحتش الملعب بس كنت اتفرج في التلفزيون يحرك الصخر وكان ليهم مفعول السحر على لعيب النادي الاهلي هنا في مصر فاتمنى جمهور النادي الاهلي الناس اللي بتروح الاستاد الجمهور لعيبه الاهلي دايما محتاجه لك الاداره دايما محتاجه لك بلاش مشاكل بلاش اي حاجه خليك نموذج جيد الجمهور في جمهور الاهلي في ماتش الوداد هنا في مصر ياخد العلامه الكامله سيف انت انا كنت اقول لك الحاجه قلت لي في الاستاد انا فاكر انت قلت لي بص يا كابتن حاجه ما شفتش في حياتي حاجه كده دي حقيقه 90 دقيقه بيشجعوا قبلها بساعتين ثلاثه بيشجعوا رايحين عايز 80000 تلاقي 70000 تلاقي 90000 تلاقي بالتزام واحترامه مفيش اي مشكله ايوه مفيش اي مشكله دي حقيقه عشان كده انت ما سالتني قلت لك من قوه النادي الاهلي والعمود الفقري للنادي الاهلي جمهوره المحترم انا اتذكر موقف ده على فكره طلع في التلفزيون مصطفى شوبير اول ماتش فاكيد كان في تخوف اول ما شال اول صده انا شفت الجمهور كان بيهتف له ازاي انا قاعد ما كنتش في الاستاد حاسس بيه وسالتك قلت لك كابتن سيف اول ما تاني يوم كنا بنحلل الماتش قلت لك هو ده كان بيتقال ايه بالظبط قلت لي ده لو انا حارس مرمى اللي عملوه مع مصطفى شوبير ده يخليني عندي قوة ودفعة مش طبيعية اللي أنا أبقى واقف وحش طبعا الله يكون في عونه برضه يا كابتن ربنا يخلي كل جمهور الأهلي لينا لو إحنا حققنا بطولات كجيل سابق فأنا بقول أنتوا جزء كبير من البطولات ولو في الجيل ده لعب 6 نهائي أفريقيا أو 4 بطولات أفريقيا مثلا وحقق 3 منهم فانتوا بصراحه ليكوا كل الاحترام والتقدير الواحد امام جمهور الاهلي ينحني امام التشجيع والحب والانتماء للنادي الاهلي. طيب ناخد سامي قمصان مع محمد طه كابتن سامي قمصان على الهواء مباشره ونقول له الف مبروك طه اتفضل. شكرا كابتن سيف وكل التحيه لكل مشاهدينا بعد طبعا انتهاء مراسم التتويج وطبعا الصور التذكاريه كابتن سامي قمصان كابتن سامي اولا يعني يوم طويل النهارده ولكن يوم سعيد يوم استثنائي مبروك طبعا النجم ال11 مباراه كانت صعبه بطوله كانت صعبه بكل تفاصيلها ولكن طعمها الحلو في كل المشوار الطويل
اولا مبروك لجمهور النادي الاهلي، يعني زي ما انا قلت وكل مره بكرر ان كل الناس بتعمل خلال منظومه النادي الاهلي لجمهور النادي الاهلي. اعتقد الحمد لله النهارده كان رد كويس لينا، فانا عارف كبراء جمهور النادي الاهلي ان ما اسمحش الفرقه اللي هي تقدر تاخد منك بطوله اكتر من بطوله منك يعني، لكن الحمد لله النهارده اللعيبه بتثبت اللي هم على قد المسؤوليه، عارفين قد ايه قدر النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي. النهارده الحمد لله بتبعد عن اقرب منافسينك مسافه كبيره جدا يعني، وتحقق بطوله غاليه جدا خصوصا في ظل الاجواء صعبه جدا يعني وضغوطات كبيره جدا، يعني ان اللعيبه تستحمل الضغوطات ديت فاعتقد الحمد لله حاجه ايجابيه جدا. بشكرهم وبشكر كل الجهاز الفني والاداري والطبي، وان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله. كابتن يعني الشوط الاول الامور ما كانتش افضل شيء، اللعيبه كانت قربت تخرج من التركيز في بعض الانفعالات شفناها، لكن في حاجه اتغيرت بين الشوطين اكيد اتكلمتوا، الامور كلها رجعت تاني لمجراها. طبيعي اللي انت بتلعب برضو فرقه عندها جمهور كبيره مديها دافع قويه جدا صعب جدا خصوصا في بدايه المباراه، يمكن برضو يمكن لما تيجي تشوف الامور الفنيه مفيش فرص كتيره جدا باستثناء الكور الثابته اللي كانت بتحصل، يعني شوط بين الشوطين الراجل اتكلم ان احنا نبقى هدا نلعب كورتنا واحنا عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا نسجل هدف هنصعب على المباراه، واعتقد الحمد لله ده اللي تم يعني. لكن في الاول والاخر انت بتلعب بطوله كبيره ان انت تحقق فيها المكسب ده، فاعتقد ان شاء الله ربنا يكرمك فيها. خلي بالك هيمشي وهيسيبوني. ما تقلقش هنوقفه لك. قول لي سريع دلوقتي انتوا هتتجهوا للمطار، لكن اكيد الجمهور الكبير اللي جه النهارده عايز تقول له حاجه اخيره. مبروك لجمهور النادي الاهلي ويا رب مزيد من البطولات، وان شاء الله نكون سبب دايما في اسعادكم ان شاء الله. مبروك كابتن سامي. كابتن سيف يعني في هذه اللحظات زي ما انت شايف الاتوبيس لاعب النادي الاهلي بعد لما خرجوا من ملعب المباراه هيتجهوا الان الى المطار مباشره، لعيبه حتى ما نزلتش حتى من الباص على طول من ملعب المباراه على المطار، هيتجهوا بيرستاو وطاهر وشوبير وكل الرجاله النهارده اللي حققوا النجمه. احنا موجودين دلوقتي في فندق الاقامه، من المفترض دلوقتي اللعيبه بس اللي نزلت هي اللعيبه اللي هتنضم للمنتخب. شكرا. اللعيبه اللي هتنضم للمنتخب بس هي الموجوده في فندق الاقامه، وباقي اللعيبه دلوقتي بتغادر الى المطار عوده الى القاهره بصحبه الاميره الافريقيه. كابتن سيف من هذه الاجواء تعود الكلام اليك الان. شكرا جزيلا زميلنا محمد طه، ولاعيبه النادي الاهلي بتغادر واللعيبه اللي هتنضم للمعسكر الوطني موجوده مع الاستاذ خالد درندلي وشريف عبد العزيز مدير العلاقات العامه باتحاد الكره، هياخدهم دلوقتي ويتجه بيهم الى معسكر المنتخب الوطني، وكل التوفيق والف مبروك للاعبي النادي الاهلي، لاعبي المنتخب محمد هاني، حسين الشحات، مروان عطيه، محمد الشناوي، مش عايز انسى حد، عبد المنعم نجم اللقاء النهارده، كهربا، عدد كبير من اللعيبه موجودين، ومغادره بعثه النادي الاهلي الى المطار والعوده بالسلامه ان شاء الله باذن الله الى القاهره. كابتن شادي يعني عدد كبير برضو موجود مع المنتخب وانضمام كهربا، رايك فيه؟ طبعا كهربا الوقت الاخير ماشي بشكل جيد جدا، كان مؤثر جدا في بطوله افريقيا، ليه اهداف اكثر من رائعه، واحد من اللعيبه اللي ادائها الفني زود الحته الهجوميه في النادي الاهلي بصراحه، فيستحق الانضمام للمنتخب، وده دور النادي الاهلي، دوره خدمه المنتخبات الوطنيه، دايما النادي الاهلي بيغذي المنتخبات بلعيبه كويسه في كل الالعاب، مش في كره القدم بس، وده اللي اتقال. انا فاكر من كابتن محمود الخطيب في افتتاح الفرقه قال لك ان احنا عندنا العاب كتير بنخدم المنتخبات في كل الالعاب، لكن لعبت نادي الاهلي بصراحه الاهلي بيبقى كويس، منتخب مصر بيبقى كويس، دي حقيقه، والزمالك كان بيبقى كويس، منتخب مصر برضو بيبقى كويس، عشان نبعد عن التعصب وكلام، ناديين كبار داخلين في منافسات بشكل قوي جدا، بيدخلوا في منافسات كتير، ممكن الزمالك بيمر ببعض الظروف الفنيه، ولكن خلينا نتكلم على النادي الاهلي، شرف مصر النهارده سيد افريقيا بمعنى الكلمه، مفيش فريق حتى البطوله اللي ما بياخدهاش بيشارك في البطوله النهائيه، تاريخ كبير، تاريخ محترم، تاريخ عظيم لكل الاجيال، قد ايه الواحد فخور بالفوز بتاع النهارده، لان انا شخص اؤمن بالتحديات، لما الراي العام الاكثريه منه ده صعب، الاجواء، الجماهير، لاب لاب لاب، الكلام الكتير اللي يحبط ده، وارجع بالكاس من بره، ده في عزه وكرامه وانتصار وفرحته بتبقى مختلفه بشكل كبير جدا. ما انساش ابدا ابدا في حياتي ولا الجماهير اللي جت استقبلتنا بالوف مؤلفه في ماتش رادس، ومن ثالث عالم اتذكر، ومن جروه.
احنا نزلنا لقينا 200-300 الف في المطار وجايين من في مكان خاص محدش عارف احنا خارجين منين، ويعرفوا ويستقبلوك ويغنوك ويشيلوك على الاعناق علشان حجم الضغوط والمباراة كانت مهمة، اللي هو لا الدنيا صعبة، لا هيكسب فرادس ازاي، الجمهور قوي جدا، الجمهور شرس، النتيجة هنا 1-1، كل الكلام، لكن الاصرار وان انت بتتحرك من هنا، ثم لعيبة بتعمل سيناريو مع مدربة، ثم اخلاص في التدريبات، ثم متحمل مسؤولية الشيرت اللي انت لابسه، وشاورنا على جماهير الاهلي فرادس كانوا معادينهم بعيد جدا فوق، مش بس صوتهم كان واصل لنا، دي حقيقة. ودخله كانت قويه جدا من فريق كانت جايبه اللي هي يعني كاس الملك، بنسلمهم الكاس افريقيا، ثم اللعيبه ترجع بالكاس وتحتفل مع لعبتها هنا، البطوله دي بقى لها طعم تاني، طعم اللي قلت لك الانتصار اللي هو جاي بعد راي عام مختلف وانت حاسه وممكن يضعفك، لكن معدن لاعب الاهلي مختلف، الاداره في النادي الاهلي مختلفه، العقليه، وهقول لك اخر جمله ثابته بالانجلش، والمنتاليتي طريقه التفكير يا كابتن سيد، نروح لها في حته ثانيه خالص، صدقني امشي ورايا حقيقي كابتن شادي النهارده في الانجليزي في حته ثانيه خالص، دي سادس كلمه، سادس كلمه ليه بقى؟ حتى وانت طورت من نفسك في الملعب وانت في الاستوديو لازم تطور من نفسك يا كابتن سيد، لا انت ماسك ست جمل بتشكل بيهم لعلمك، دول هيعملوا معاك مصلحه والسنه الجايه عادك هيضيع، افتكر كلامي، افتكر كلام الست جمل دول هيودوك كولر ماشي على خطى مانيو جوزيه، هيعمل ارقام كبيره مع الاهلي، بتمنى له التوفيق، بتمنى له يعمل اكتر من كده. مدير فني طور في اداء بعض من اللعيبه، اخذ وقت شويتين في الاول، وهو ده الرساله برضو الجماهير وكنجوم وكمحللين، اما ياخد وقته بيحط ايده على النقاط، النهارده ده حسين الشحات اللي ابتدى، لا هل ده محمد هاني؟ لا، حتى على مستوى حراسه المرمى، حتى على مستوى الروتيشن اللي بيعمله ديانج، حمدي فتحي عينه مع مروان عطيه، النهارده اول بطوله افريقيه ليه، بتمنى له التوفيق. النهارده كهربا وجوده ازاي خلق منافسه، قفشه اللي كان بيلعب النهارده بيقعد ثم بينزله رغم ان ما كانش بيديله وقت خالص، فنحترم الفكر ده، اللي انا بشوف روتيشن مسؤول ما يغيرش من الاداء الفني للاعبين، وده يقول لك اللعبه كلها جاهزه، فهنا مدير فني محترم. ان شاء الله علاء دي نعمل نتائج ايجابيه في كاس العالم، وده اللي انا ما قدرناش نعمله انا وجيلنا، بتمناه اشوفه يتحقق مع النادي الاهلي، لان زي ما قلت لك تاريخ الاهلي كبير وهو الاهم بالنسبه لنا، نشوفه ناجح طول الوقت، لما يروح كاس العالم نفسي الاهلي يروح لحته حلوه يلعب المباراه النهائيه، ليه لا؟ ليه ما احلمش؟ ليه؟ معلش على فكره مباراه ريال مدريد انا متذكرها كويس جدا، لو كنا استغلنا الفرص اللي اتيحت قبل ما هم يهدفوا النتيجه والله كانت تبقى 2-0، انت بتضيع اربع فرص حقيقيه وكان لسه ادائهم في الملعب، ثم هم قال لك لا ده الاهلي ده مش بالسهل، ايه ده انا شكلي هيبقى وحش، وده بيحصل، فابتدى المدرب تلاقيه وقف وغل، اللعيبه ابتدت غلت، واللعيبه الاجانب اكيد طريقه تفكيرهم مختلفه، اكيد نوعيه التدريبات مختلفه، اكيد كل حاجه مختلفه، عشان حتى الفروق الماديه بعيده والقصه دي القيمه التسويقيه اكيد بعيده كل البعد عننا، ولكن ليه لا؟ مفيش بعد النهارده مباراه الوداد والنادي الاهلي لكل من شكك وكل ما يعرفش قدرات النادي الاهلي، لا الاهلي قادر ومفيش مستحيل في الاهلي، وما تراهنش على خساره الاهلي ابدا، الاهلي في تحدي وفي اصرار وفي عزيمه مع كل اجياله من 1907. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا مع نجمنا كابتن شادي محمد. النادي الاهلي فيه نجوم كتير جدا الفتره اللي فاتت، ولكن انك تلعب في النادي الاهلي اول موسم فتبقى لاعب اساسي ونجم النادي الاهلي ثم لاعب اساسي ونجم في المنتخب الوطني، ده صعب. ينطبق على مين ده؟ مروان عطيه. مروان مساء الخير. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله. مساء الفل يا كابتن شادي. مساء الفل يا مروان، والف الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك يا رب، ومبروك لشعب الاهلي وجمهور مصر كله.
يعني كان الولد كان لسه معايا على التليفون من ساعه وكان قاعد بيدعي لك هو واخوك وشايف الرساله، واعتقد الرساله دي كان ليها مفعول كبير. الحمد لله والله كابتن، انت عارف يعني ان كنت مع حضرتك قبل كده في نادي الاتحاد. احنا قدام مع بعض. انت عارف يعني انت حبيبي يعني، وعارف ان الواحد عانى قد ايه وشاء قد ايه، والحمد لله ربنا بيدي كل واحد على قد تعبه يعني. بس خلاص ريحت اهي. الحمد لله لسه بدري يا كابتن. لسه بدري ها؟ طب ابتدت تندع، ابتدت تندع لسه بدري يا كابتن، احنا لسه بنقول بسم الله. يعني لسه البطولات كتير والاحلام والطموحات كتير. اكيد طبعا، اكيد طبعا، طموحاتي اكبر من كده بكتير مع النادي الاهلي طبعا ان شاء الله. طموحاتك رايحه على فين؟ لا طموحاتي يعني ان احنا ناخد كل سنه ناخد اربع خمس بطولات كالعاده، زي ما الاهلي ما بياخد البطولات كده، ودايما مفرح جمهور الاهلي وشعب مصر، واثبت نفسي في منتخب مصر واشرف بلدي واكون قد المسؤوليه ان شاء الله باذن الله. ازاي يعني كل انا دايما عندي ثقه فيك، بس ازاي ركبت سيستم الاهلي بالسرعه دي؟ يعني ما شاء الله عليك، يعني ربنا يحميك يا رب. دخلت مع الاهلي في حالته وفي قصته وفي ظروفه، ونفسك هادي جدا وقلبك جامد وادائك رائع. والله يا كابتن الحمد لله، دي اولا يعني ديت صفات كبيره من عند ربنا، يعني الواحد بيشتغل وبيتعب في تمرينه، وبيشتغل في تمرينه زي ماتشاته ومركز، بيسمع تعليمات المدير الفني، بيشتغل بيجتهد، بيتعامل مع زمايله ان احنا كلنا واحد، بسمع تعليماته وبأديها بشكل المطلوب مني، بعمل على قد ما اقدر بحاول اساعد زمايلي، والحمد لله يعني ربنا بيطلعني بصوره كويسه يعني، وكل ده بمساعدات زمايلي يعني في الملعب. انا سمعتك بعد الهدف رحت كده ناحيه ورا الجون كده وبتحتفل، وسامع طالعه مكسره الاستوديو هنا. والله يا كابتن انت يعني الحمد لله يعني من ساعه ما الجون ما جه لحد ما الماتش خلص والدموع مش عايزه تبطل. يعني الحمد لله يعني احساسي حلم كبير جدا يعني، وشايفه بيتحقق قدامك، فاضل له اربع خمس دقايق وتحقق حلم كان نفسك فيه. الحمد لله يعني الواحد تعب في حياته جدا يعني الحمد لله، بمسانده اخويا شريف ووالدي الحاج ربنا يخلونا ويديله الصحه، واخواتي كلهم بصراحه تعبوا معايا، واهلي كلهم تعبوا معايا، بشكرهم جدا وبقول لهم ربنا يخليكم ليا وما يحرمني منكم ابدا يا رب، وتفضلوا سند وظهري ليا كده يا رب، ونفضل مع بعض دايما. وبشكر خطيبتي وبهديلها البطوله وبهديلها للاهلي وبهديلها لكل اصحابي وبهديلها للناس كلها الحمد لله. الجوازه امتى؟ والله لسه اخر السنه ان شاء الله. جنبك الشقه هنا ولا في اسكندريه ولا في ايه؟ لا لا جنبك في اكتوبر ان شاء الله. جنبي في اكتوبر. ها انا اجي لك اتغدى معاك ان شاء الله. يا نهار اسود، ده شرف ليا. يا نهار ابيض، ده انا اللي اجي لك لحد عندك، ده شرف ليا. كابتن شادي برضه عشان ما يزعلش. كابتن شادي بقى خطوته قليله شويه، انت عارف نجم كبير ومعاه ملايين كتير فلوس كتير، فبتبقى خطوته بتبقى خطوته دايما قليله كده، يعني لما يجي يروح لحد لازم بقى يكون نجم كبير وعملت بطولات كبيرة. بس انا هكلمه، سيبوني ربنا يزيده يا رب وفوق دماغنا. لا انا عايز اقول لمروان على حاجه، وانا مدين ليك بده عشان ده الحق والعدل. تصورت في الصفقه في الاول قلت هيقعد حمدي فتحي ازاي؟ هيقعد ديانج ازاي؟ هيقعد عمرو السوليه ازاي؟ ما كانش الغرض منها اي حاجه، لكن انا بحب روح التحدي اللي انت فيها، بشد على ايدك وبقول لك برافو اللي انت حجزت مكانك في التشكيله الاساسيه، بقول لك برافو على كل ماتش عن التاني بتغير من مستواك وبتطور مستواك وبتعالج الاخطاء اول باول، وانا شايف ده عندك رؤية كويسة للملعب كلاعب أول سنة في النادي الأهلي تعمل كل ده، فأنا بقول لك برافو يا مروان. النجومية استمرارية، كل ما تكسب أكتر، تواضع أكتر، حب اللي تبقى في التشكيلة الأساسية أكتر، عشان أنا شايف إن شاء الله هتوصل لحتة حلوة قوي مع النادي الأهلي، عشان تلعب منضبط بره الملعب وجوه الملعب كلاعب تكتيكي أنا شايف برضو منضبط، واكتسبت ثقة المدرب والإدارة، فبتمنى لك التوفيق وبقول لك مبروك، وما تزعلش مني على المستوى الشخصي لو انا وجهت لك في اي يوم من انتقاد، لكن انا بقول اللعيب النجم دايما اللي بيغير وجهه نظر اي حد ممكن يكون يقول اي جمله في نطاق النقد الفني المحترم. بقول لك يا مروان يا كابتن سيبك من كل الكلام ده، ما ربنا يديك ازعل.
واطلع واطلع اقول له انا وانا مش قادر ما وقفتش معايا وجمد قلبك وخش. هو هو بيحن هو بيحن كده بس ما النجوميه جابتك. دايما تفتكر تفتكر بداياتك كانت مع العبد لله. اه طبعا طبعا كابتن شادي، كابتن شادي طبعا كان لاعب كبير وقائد كبير في النادي الاهلي وحقق بطولات كتير في النادي. بقول له طبعا كلامك ده كان دافع ليا يا كابتن والله، مش اكتر ولا زعل ولا خلي بالك انا ما تقلقش انا غيرت منه كتير. كان بيمسك الحديده ويشوط، فاهم قصدي؟ اهدى يا عم شادي مش كده الدنيا دلوقتي. انت عارف والله في ناس برضه بتنتقد كتير، بس انا والله بحاول على قد ما اقدر اشتغل وبعمل اللي عليا وبادي دوري. وفعلا في الملعب بيبقى في ادوار مطلوبه مني اعملها، بس يعني انت حضرتك بيبقى في مدرب مطلوب منك انك تعمل 1 2 3. النهارده كان مطلوب منك ايه وبس؟ النهارده كان مطلوب ان انا اقف قدام السردباكين وامن ديانج وحمدي فتحي بشكل كبير جدا، وامن علي او محمد هاني لو طلع في اي كوره، عشان كنا محتاجين التامين بشكل كبير جدا. في مباريات بنشوفك كده ومباريات بنشوفك بتلعب على الدايره وبتلعب الفرقه كلها بشكل كبير. بس كابتن والله لا، هو يعني لو كنت لعب حضرتك المدرب بتاعهم كان بيتكلم قبل كده عليا وفي المؤتمر الصحفي، وهو طول الماتش بيلعب عليا رقم 10، طول ما احنا معانا الكوره رقم 10 ده لازق في ظهري مش عايزنا نستلم الكوره. فعلى قد ما بقدر بفضي لحمدي وليديانج هم اللي يجي ياخدوا. والحمد لله يعني قدرنا نطلع بشكل كويس وناخد البطوله ونفرع جماهير مصر كلها وجماهير الاهلي والحمد لله يعني. وان شاء الله مزيد من البطولات وخلاص يعني. اقول لك الصراحه انا ابتديت الحلم ده معاك، بس انت جريت فيه قوي. ربنا يديك الصحه يا رب ويكرمك ويكرم. ويعني ده راح جنبك على طول في اكتوبر. راح جنبك على طول في اكتوبر. فين هو؟ ربنا. اصل مروان خير قوي باهله ووالده. وهي الوالده كانت متوفيه ومرات الوالد هي اللي موجوده صح؟ اه والدتي متوفيه من وانا عشان تعرف ان انا في الموضوع من زمان. برضه زي والدتي بالظبط. ايوه انا عارف انا عارف. انت دايما الحقيقه بتقول كده يعني خير مع الاسره ومع العيله كلها. مفيش حد بار مش بار باهله هياخد حاجات كتير. اللي بار باهله ربنا هيديله اكتر ما يستحق. رساله من حضرتك والله يعني شكرا على اللي انت وصلتوني ليه ده، وشكرا لوالدي وشكرا لاخواتي من كبيرهم لصغيرهم، حتى اخواتي البنات كلهم وقفوا في ظهري. ربنا يخليكم ليا واقدر افرحكم دايما ونفضل سند لبعض يا رب، ودايما مشرفكم كده باذن الله يا رب. طول ما انت هتتالق. بص كابتن شادي عمال يشاور لي عمال يعمل لي كده، انت مش غريب بقى. بص بيقول لي كده طول ما هتتالق طول ما الفك هتجري، فاهم قصدي؟ طول ما هتكرمهم اخر كرم ان شاء الله. فانت ركز ركز بس في الملعب وانت هتعمل كل حاجه. لا والله يا كابتن الواحد يعني بيركز في الملعب، بس انت عارف يا كابتن الواحد لما مش مركز في الملعب. لا لا طبعا لا طبعا لا لا طبعا طبعا الحقيقه يعني الحمد لله والله الواحد بيركز في شغله وحابب شغله وبيطور من نفسه في شغله، وحابب انا حابب ان انا اوصل لحاجه كبيره في شغلي وفي مستوايا وفي ادائي وفي مكانتي ان شاء الله باذن الله احقق ده مع النادي الاهلي. والنادي الاهلي كل قال لك ايه يا مروان كلمه السر عشان تبقى بالشكل ده؟ يعني قال لك ايه؟ والله يا كابتن يعني هو كان بيتكلم معايا بيقول لي انت لعيب كبير، لعيب كويس، رؤيتك كويسه، انا واثق فيك، انا عارف ان انت لعيب كويس. وانا الحمد لله يعني ربنا اداني وبقيت ادي الثقه دي الحمد لله يعني الحمد لله يا كابتن. مين يا كابتن مين يا مروان اكتر لعيب في الاهلي قال لك كلمه عمرك في حياتك ما تنساها؟ كلهم اخواتك وكلهم صندوق، بس مين اكتر واحد قال لك كلمتين ثلاثه وانت جاي كده دخلت في العيله في ثانيه؟ والله يا كابتن انا يعني اول حد كلمني كابتن سامي مصطفى، دي شهاده لله. قال لي انت لعيب كويس وانا بفكرك هنا، انت في الاهلي هتعمل تاريخ كبير ما شاء الله. والكلمه دي عمري ما هنساها له مدى حياتي. ومين لعيب تاني؟ خليه سيبك من صنيع ده عندنا بقى. في لعيبه كتير، في أكش عشان كنت اعرفه قبل ما اجي الاهلي، في حمدي، في الكابتن سليه. انت قاعد مع مين في الاوضه؟ قاعد مع قفشه. قاعد مع قفشه؟ اه. اوعى يجيب رجلك، دي حاجه كويسه. نتكلم في البيزنس كتير. لا قفشه اخويا وحبيبي والله. ربنا يخليكم لبعض. وفي المنتخب قاعد مع مين؟ لسه والله، بس في المنتخب دلوقتي كل اللعيبه بيقعد لوحده يا كابتن. اه فاكر 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 لما قلت لي نفسي اتصور مع ابو صلاح؟ اديك رايح له يا عم. طبعا قدوه كبيره طبعا. اديك اديك رايح له اهو. اكيد طبعا يا كابتن والله فاكر لما قلت لك طبعا ده كان نفسي طبعا من قدوتي ومن الناس اللي بحبها. تاني مره هتروح له هو تبقى معاه؟
ان شاء الله، بس المره دي بقى ان شاء الله اروح له كده بافريقيا ان شاء الله. النهارده المره دي رايح له، انت الدنيا عاليه ومزهزهه. الدنيا كويسه شويه. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يكرمك يا مروان ويوفقك ان شاء الله، وسلامي لكل اللعيبه اللي معاك، وسلامي لكل زملائك وكل الناس ان شاء الله اللي رايحين معاك المنتخب، وكل لعيبه الاهلي، والف مبروك يا حبيبي. شكرا على كلامك الحلو ده، وشكرا يا كابتن شادي حبيبي يا مروان، وانت اخ كبير وشرف لاي حد يعني ان انت تتكلم عليه بشكل كويس يعني. حبيبي ألف اسمع كلامي ما تحنش كده، دوس ما يهمكش. لا يا كابتن انت عارف يعني. ربنا يكرمك ودايما تفضل كده، وكباتنك الكبار انا طبعا ده هزار، ولكن الكابتن شادي وكباتن كلها تاريخ، ودايما اي نصيحه تسمعها وان شاء الله باذن الله تكسر الدنيا وتروح تعدي احلامك بكتير. والف مبروك كمان مره لينا كلنا والشعب المصري وجمهور النادي الاهلي. ربنا يخليك، بشكرك شكرا جزيلا مروان عطيه نجم النادي الاهلي والمنتخب الوطني. ارجع بعد الفاصل واخلص موضوع كابتن شادي مع كابتن مروان، اشوف ايه القصه بعد الفاصل. واخيرا بعد يوم طويل واحتفالات كبيره مع النادي الاهلي، خلصنا كل احتفالاتنا. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لجمهوره الكبير العظيم، الف مبروك للكابتن محمود الخطيب، الف مبروك لكولر وجهازه، الف مبروك للاعبي النادي الاهلي، الف مبروك كابتن شادي. زيك اكيد يا كابتن سيف، الف مبروك. تاني المنظومه الاهلاويه دايما مفرحه جمهورها، بقول اول حاجه جماهير النادي الاهلي الف الف مبروك، الف مبروك على دايما في ظهر ناديكم وبره وجوه، والفرحه تستحقوها النهارده. الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، باخلاقه دايما بيبدع مع النادي الاهلي قبل ادارته، فببارك له النهارده وفي مشهد وهو في المدرج صعب عليا شويتين من الشد العصبي لما الاهلي كمان جاب فيه الهدف، الكاميرا جت عليه 3 مرات كنت حاسس بيه جدا. الحمد لله اللي هو رجع هو وإدارته بالكاس. ألف مبروك للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني والمنظومة الأهلوية بالكامل، عمال جهاز طبي، فرحتونا أسعدتوا قلبنا ودايما في الميعاد، ومش قادر أتخيل أو مش قادر أوصف لكم فرحة الناس كلها الأهلوية عاملة إزاي، بنقلها لكم. فبقول لكل اللعيبة الرجالة كنتوا على قدر المسؤولية، فرحتونا ومكملين المسيره بتاعت اجيال كتير اسعدت النادي الاهلي على مدار التاريخ. الاهلي السياد افريقيا. شرفتنا يا كابتن، شرف وجودك. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك كابتن سيف. خلصنا النهارده يوم طويل جدا، بشكركم شكرا جزيلا. خلصنا النهارده تغطيه خاصه لفرحه النادي الاهلي، كان معايا واحد من اساطير ونجوم النادي الاهلي كابتن شادي محمد ب6 جمل انجليزي جداد ان شاء الله باذن الله يا رب دايما كده من جمل لجمل. بشكركم شكرا جزيلا، مبروك لجمهور النادي الاهلي، شكرا للكابتن شادي محمد، الف مبروك كابتن محمود الخطيب كولر والجهاز الفني واللاعبين. اشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله على الف خير.